وإلى قطاع غزة الذي بالإضافة إلى موقعه الاستراتيجي والسياسي فإنه أيضا مكان ثري بالأثر. ولكن الصراعات الطويلة بين جانبي الفلسطيني والإسرائيلي أصابت الآثار في غزة بأضرار كبيرة. شاب محلي يسعى جاهدا للحفاظ على التاريخ والتراث الثقافي الفلسطيني من خلال جمع القطع الأثرية داخل منزله. التفاصيل في التقرير التالي. براء السوسي طالب جامعي يبلغ من العمر 20 عاما يسكن في قطاع غزة من محبي الثقافة والتاريخ. منذ الصف السابع بدأ بجمع العملات القديمة والحديثة، وعاما بعد عام توسعت مجموعته إلى حد كبير بما في ذلك الطوابع والأختام والوثائق والفخار والبرونز والملابس التقليدية وما إلى ذلك. ووفقا لبراء، معظم تلك القطع اشتراها من جامعي قطع الآثار المحليين، ومنهم يتعلم مهارات جمع الآثار. شوي شوي لما تطورت وصرت عندي علاقات مع الناس واعرف مين عنده ومين انه من كل واحد اللي بجمع هيك، فصارت اشتري منهم ونتبادل الخبرات ونتبادل المعلومات اللي عندنا. ونظرا لكبر مجموعته حول براء منزله الى متحف انيق خاص، حاليا يمتلك ما يقرب من 5000 قطعة نقدية وعملة ورقية من الفترات والبلدان المختلفة، واكثر من 3000 طابع بريدي بما في ذلك طوابع ثمينة من الصين و150 قطعة من الفخار. ويقول براء إنه لا يسعى لجمع الآثار فقط، فهو دائما يقوم بالبحث والدراسة عن بعض القطع الأثرية، وكذلك يتعلم المهارات اللازمة لتنظيف وإصلاح القطع المكسورة. المبخرة الرومانية عمرها أكثر من 2500 سنة، هاي لما جبتها كانت إنه تقريبا 50 قطعة كلهم كأنه كانت مكسرة، فضلتني ما يقارب الشهر أرمم فيها لحد ما طلعت في إنه بشكلها اللي كانت فيه، ورحت إنه عملتها في باترينا زجاج وحطيتها فيه. غالبية مجموعة براء متصلة بغزة أو المناطق المحيطة بها، وحسب رأيه هواة جمع التحف عليهم المسؤولية للحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني من خلال رعاية مجموعاتهم، لأن الصراعات المستمرة مع إسرائيل دمرت العديد من المواقع الأثرية والآثار في غزة، في حين لا تمتلك السلطة المحلية الأموال لتنفيذ مشاريع حماية وإصلاح الآثار. طبعا شعور بيكون الواحد مبسوط وهو بجمع الشغلات هاي وبحافظ على تراث بلده وبحافظ على الأصالة الفلسطينية، وإلي شرف كبير أنه أحافظ عليها. وأضاف براء أن الحصار المفروض على غزة من قبل الجانب الإسرائيلي يعيق إمكانية شراء أدوات ومواد معينة لإصلاح القطع الأثرية، ويكون سببا في عدم مشاركته في المعارض والأنشطة الثقافية خارج قطاع غزة. وعلى الرغم من كل الصعوبات، لا يزال براء ملتزما تماما بهوايته لجمع الآثار، وتواصل عائلته وأصدقائه تقديم الدعم الدائم له. هذا طبعا شيء كثير كويس لنا ولفلسطين طبعا، انه شاب بالمرحله هذه او بسنه الصغير بيهتم بالاشياء اللي الكبار احيانا يعني يمكن نسيوها او بعدوا عنها، فهذا طبعا فخر عظيم لنا سواء احنا انا او ابوه او اخوته. وقال براء انه يخطط لدراسه علم الاثار في الخارج مستقبلا، واضاف انه يامل ايضا في توسيع متحفه الخاص وتطويره لمستوى جديد وتقديم مجموعته للعرض في متاحف اخرى، مما يتيح لمزيد من الناس رؤيه ومعرفه التاريخ الغني والتراث الثقافي لفلسطين.